السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ من زمان عنكم، ورجعنا لكم بحلقه جديده وتحدي جديد. اليوم حنجرب الميركل بيري. ايش هو الميركل بيري؟ تعرف السترو بيري، راز بيري؟ طيب ليش سموها معجزه ميركل بيري؟ ليش؟ كلامك كثير يا اخي، كلامك كثير يا اخي. بورتوكال بيري، وي هاف وان بيري. ايش فيه؟ خلاص يا اخي، الميركل بيري اذا اكلته حيحول طعم الحامض الى حلو. هذا هو الميركل بيري، عباره عن واحد انت ايش عبد الله ايش اصبر طب خليك هذا ميركل بيري. انت بتدلع بنادول، انت بتدلع بنادول يا ولد، تخدرني يا عبد الله، ترميني في الشارع يا عبد الله. لا 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 لا، اهلي طول عمرهم ينبهوني انتبه ولد يديك شيء في المدرسه، وطلع اخويا اخويا. انت جاهل، اصبر. هو فاكهه بس هنا حولوها لتابلت كحلاوه، فعشان بتاكد من صحته جبت شخص يجربها، فنفعت نفعته ومترمي في الشارع دحين هو. قبل ما نسوي اي شيء يا جماعه، احنا نسوي هذه الاشياء عشان انتوا ما تسووها لايك بس. ها، فالان حنجرب الحبه وحنغمض عيوننا وحنجرب عده اشياء ونحاول نحذر ايش هي. جاهز؟ جاهز. واو. والان عبد العزيز حيجرب اول واحد، ويلا بسم الله. دحين عبد العزيز اخذ حبتين. ما يسوي كذا. عرفت طعمه؟ تاموريندي. لا يا شيخ. فالان عبال ما تذوب الميركل بيري فم عبد العزيز حروح اجيب الاشياء. لو تجيب لي بقره ميته فمي ما ححس فيها. اسكت يا عفو. جبت الفاكهه وهي يلا تاكلها ولا تشربها؟ ما شاء الله جايب ماكينه جنبك انت ولا ايه؟ قرب قرب قرب، يلا مره. بسم الله. واو ايش؟ بسم الله ايش؟ والله حلوه. احس هي يعني تعرف الملمس حقتها، تعرف يعني زي البرتقال. جبت امها. مبروك. خلاص صح؟ ايه برتقال. اوه جرين فروت. ايه كيف طعمه؟ والله حلو. كذاب. اقسم بالله. الحين انت ما يمديك تاكلها، الحين شايفها حامضه. ايوه شوف. جبت لك الحلي امي، تبيني اكل ملوخيه؟ اعطيني واحده من الحبه هذه. الان زي ما تشوفوا عبد الله حياخذ الحبتين، دحين بودره وتمر هندي. اصبر. يلا. طب انا ما احتاج اربط، اوكي؟ ليش؟ على كيف امك. ليش؟ 2 1 اه يلا. ها عبد الله برا ناعم. ايش هاي الطعم؟ طعم اول مره ذوق بحياتي. قول والله طعم اول مره ذوق بحياتي. استاذن. يابا كيف جبته؟ شكلها جات وصله في المكان اللي ما حطيت فيها الحبه، صح؟ اي مو طبعا. كيف عليك بالله؟ حواسي السته استخدمهم. يس. والاكله اللي بعدها لي عبد العزيز هذه هي. يلا يلا. آه. يلا. ايه ده؟ عنب؟ بيطير شام في امك. اوف. اما طعمه مو عنب؟ خيار؟ خيار في ذا؟ خيار متزوج مع يوسف فندي. طب خلاص افتح عينك. ايش هذا؟ انا ما اعرف. ايش هذا؟ ايش هذا؟ انا ما اعرف. بلا استهبال يا عنب. وين لقيتها هذه؟ هذه مستوردة عادي. من لبنان. لبنان؟ ايه. وش اسمه؟ هذا هو السؤال. تشتري شيء ما تعرف اسمه؟ والشيء اللي بعده هو 3 2 1 ايش انت بلعتها على طول ولا بلعتها ما صدقت؟ ايوه جيعان. جيب لك جيب لك رز ودجاج عبد الله ولا شيء. ايش بك؟ اه هنا في حرقان. ما عندي اجابه. ايش عندك زك ما يمكن؟ ايش؟ ايش معناته؟ بصل! دحين ريحة فمك في عالم الله. يا ابوي يلا اصبر خليني اوريهم. يلا عبد العزيز يلا 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 اطرش. لا ما تعرف. كله 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 كله. It was at this moment Abdulaziz knew he f***ed up. يا معلم. ايش هذا عبد الله؟ كارلا. خيار مجعد. ايش خيار عجوز. الهيلة ارحم منه. بس بالله دوقه. في دوقه قاسي.
ما ذوقوا لا قاسي لا مطحون لا لين ما ذوق شيء. مين ياكل هذا الشيء؟ الاندونيسيين. مين ياكله؟ والهنود يشربوه. الاندونيسيين ياكلوه والهنود يشربوه. يشربوه واحنا نتفرج. فك فمك يلا فك 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 فمك يلا يلا. بطل استهبالي هاد عرفت على طول شكلك. تشيز كيك والله تشيز كيك عشان تشيز كيك. لا امزح والله ايش هو جزء من تشيز كيك. ها عبد الله جبنه عجيب. والشيء اللي بعده من العقل. والله طعم يشبك عبديس. والله طعم والله مره معفن. كربيار اجيب لك واحده ثانيه. لا تجيب لي ولا اجيب لك خلاص. والله مره معفن. افتح يدك وتمسكه. امسك يلا يلا. جون سي شو هذا؟ قنفل. هذا اللي اكلته. 3 2 1 سبرايز. العن بوكيمون بوكيمون. انا بوكيمون. مامبا يلا يعني ما جبته؟ لا بعد ضحكة احس تدرك مرة حلو. يا شي قاسي وحلو. تبت المسك؟ طيب طيب يلا اي يلا 5 4 3 2 جونس. يا حيوان. يلا استغرق عبد الله ما في راح تطلعوا زي الجمل يا عبد الله. اول ما اكلت اكسد طيب زرطة هذه. فكل هنا حلو إيه؟ الا قطرة واحدة طارت ورا ودكتة يعني. طيب قولها. مخلل. والاجابة هي ايه. الله عليك. طب انا مشكلتي لما يعني اكل ابلع بالغلط. انت مو انسان. انت مو انسان. يبغى لنا ندخل في اذنك انت مو فقط. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا جاهز؟ ايوه. طب ايش بك؟ اصبر مستنيك تخلص. لا بجهز نفسي كمان. انا معنويا. ايوه. ايش حتحط فمك وتجري اللي كنت لا مسكتها. الميركل بيبي يخليه معفن. فلفل؟ ايوه. قول والله. ما تقصه في النص يصير على شكل نجمة فسموه ستار فروت. ستار فروت وجهك. هذا مانجا مدلع. هذا اخر حبة. يلا. يلا. كبيتها في حلقي. على طول في حلقي. عرفته؟ تباسكو. ايش بي؟ ها؟ ادخله يلا. والله خايف. يلا ها؟ يلا. بلو تشيز ها؟ فز. فز. رحت عند الرجال قلت له ابا اعفن جبنه عندكم يعني ابا ريحه زنخه تيس كذا ابا. وراني قال هاي هي. قال لي تعرف هاي بكتيريا نافعه عمو؟ قال كانك اخذت ابره بنسولين. يا قلبي يا قلبي. قول له عمو خليها في سروالك عمو. مبروك. الله يسعدك. الله انا ما اعرف ليش كنت بس ليش سوينا هيك؟ واحنا دائما اللي يفوز يحط تاج بعدين. انت قصدك عشان تفوز؟ انت مع الخيل يا شكر. وان شاء الله عجبتكم الحلقه لا تنسوا تعطونا احلى لايك يا احلى جروب في اليوتيوب. هم الريبورترز انتوا. واذا حابين تفوزوا بهذه البلوزه سووا لنا فولو في سناب شات واكتبوا لنا هناك ابغى البلوزه عشان نشوف الفايزين ونختاركم باذن الله. و سلام.